مرحبا. بفصل الصيف بتحلى المشاوير، وأحلى شيء بهالطقس السياحة البيئية للاستمتاع بجمال الطبيعة مثل تسلق الجبال، رحلات الصيد المسموحة والتخييم. بس لازم ننتبه أنه ما نترك ورانا نفايات بالبرية مثل أناني إزاز وكياس البلاستيك اللي ممكن تسبب حرائق مثل اللي صارت بالأيام الماضية. بالعودة لطقسنا، أجواء صيفية متقلبة مصحوبة بأمطار خفيفة متفرقة ببعض المناطق مسيطرة على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وبتحمل مع انخفاض محدود درجات الحرارة خاصة على المرتفعات. ومننبه المزارعين لضرورة تغطية كروم العنب والمواسم اللي ممكن تتضرر بسبب الأمطار والهواء. الحرارة معتدلة نهارا ومنخفضة ليلا فوق الجبال، الرؤية جيدة وضباب على المرتفعات، الهواء متوسط السرعة، البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة 129 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر، وفي احتمال سماء دوي رعد أحيانا خاصة بالمناطق الجبلية. الحرارة ببيروت عم تتراوح بين 24 و 31 فوق الجبال، بين 13 و 22 بالأرز، بين 10 و 17 درجة بالبقاع، بين 14 و 29، وبالجنوب بين 16 و 26. ومنبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، ومنروح سوا إلى شمال لبنان حيث عم بتسجل درجات الحرارة 15 بعكار، طرابلس 25، جبال 25، برمانة 25، بيت الدين 23 درجة، صيدا 25، سور 25، بنت جبال 21 درجة، النبطية 20، رشية 19، وزحلة 19، بعلبك 21، الأرز 13، والهرمل 24. أما الرطوبة فبتتراوح بين 50 و 75%، حرارة سطح الماء 29 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و 35 كيلومتر بالساعة، والرياح جنوبية غربية. كيف رح يكون طقس اليومين الجايين؟ لليلة 20 أدناها، وخلال النهار 31 مع هطول للأمطار. الخميس بتتراوح بين 18 و 30، والجمعة بين 19 و 30. ومنبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 22، دمشق 22، وبغداد 32، ننتقل إلى الجزائر 23، وتونس 23، ومننهي مشوارنا بباريس 14، وروما 21. وهيدا كان كل شيء. باي.